وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اما بعد فعلى بركه الله عز وجل نلتقي اليوم في اول درس من دروس النحو وذلك بشرح منظومه الامام بن مالك النحوي اللغوي المسماه بالخلاصه والمعروفه ايضا عند العلماء بالالفيه هذه المنظومه من اجود ما نظم في علم النحو وقد كتب الله تعالى لها الاقبال فتداولها العلماء منذ ان نظمت جيلا بعد جيل واقبلوا عليها اقبالا ما له من نظير وشرحوها شروحا كثيره واختصروا من هذه الشروح ما اختصروا وحشوا على بعضها ما حشوا من الحواشي وكل ذلك يدل على قيمتها العلميه وقيمتها التعليميه ايضا فطالب العلم يستفيد منها قواعد النحو كما يستفيد منها ايضا اللغه والاخلاق والقيم الاسلاميه لان هذه المنظومه مليئه بشواهد انتقاها صاحبها رحمه الله تعالى انتقاء واجتباها اجتباء حيث ركز على الشواهد وعلى الامثله المفيده النافعه التي تتضمن قيما اسلاميه واخلاقا فاضله من اخلاق الاسلام ومن اشهر واجود شروح هذه المنظومه وهذه الخلاصه شرح ابن عقيل الحنبلي المصري وقد كتب له الشهره والبقاء والتداول ومن هذه الشروح ايضا شرح ابن القيم رحمه الله وكذلك شرح الإمام الشاطبي صاحب الموافقات فقد شرحها شرحا واسعا مستفيضا في مطبوع الآن في عشرة, عشرة مجلدات وهناك شروح أخرى من المتقدمين والمتأخرين الأشموني والصبان والأزهري وابن هشام الذي اعتبره ابن خلدون من أنحى العلماء شرحها بشرحه المعروف بأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. وقد كان للغرب الإسلامي حظ وافر من هذه الشروح ومن أواخر من شرحها شرحا مختصرا العلامة عبد الرحمن المكودي المغربي فالشروح اذا كثيره ومن المعلوم ان المتن او المنظومه اذا كانت لها قيمه ولها مكانه فان ذلك يتجلى في كثره الاقبال عليه بالشروح والتعليقات والتوضيحات وما الى ذلك وهذه المنظومه قلنا انها الخلاصة سماها الخلاصة وإنما سماها الخلاصة لأنه اختصر فيها والخص فيها ما جاء في منظومته الأخرى التي هي أوسع وأطول وهي الكافية الشافية فلا لابن مالك رحمه الله منظومة أطول وأوسع سماها الكافية الشافية وهي أيضا في النحو وتشتمل على ثلاثة آلاف بيت فاختصرها في الألفية وإنما سميت بالألفية لت... ل... لكونها تشتمل على ألف بيت يعني أنه اختصرها في ثلث هذه المنظ في ثلثها وابن مالك رحمه الله تعالى آه انكب على دراسة اللغة العربية وعلومها وله فيها مؤلفات كثيرة له في علوم اللغة العربية مؤلفات كثيرة لكن هذه أشهرها فله مثلا لامية الأفعال وله منظومة تحدث فيها عن الأفعال التي تكون واوية ويائية فأما لامية الأفعال فقد نظمها على بحر البسيط وأما الأخرى فقد نظمها على بحر الكامل ولكن الألفية نظمها على بحر الرجز، ومعظم المنظومات تكون على بحر الرجز لأنه أسهل البحور لا من حيث النظم ولا من حيث الحفظ. وله مؤلفات كثيرة أيضا، لكن معظم هذه المؤلفات في اللغة العربية وعلومها. هذا هو ابن مالك واسمه محمد. محمد بن مالك أو محمد بن عبد الله بن مالك الجياني الأندلسي ويسمى الطائي فهو الطائي الجياني الأندلسي ولد سنة ستمائة للهجرة وتوفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين وسبعين وستمائة للهجرة فقد عاش اثنتين وسبعين سنة ومما شرح منظومته ابنه بدر الدين بدر الدين محمد بن محمد بن الله لمالك مالك الطائي وقد توفي سنة ست وثمانين وستمائة للهجرة وشرحه من أجود الشروح وهو مركز وشرح متوسط ليس بالطويل ولا بالقصير وهو موجود مطبوع ويسمى بشرح ابن الناظم، شرح ابن الناظم. هذه الخلاصة الألفية ضمنها ابن مالك رحمه الله تعالى جل قواعد النحو. وهذا العلم، علم النحو، هو ضروري للعلماء لا يمكن للعالم ان يصل الى المنتهى وان يصبح مجتهدا يستنبط الاحكام الشرعيه من مضانها ومن مصادرها واصولها الا بعد ان ياخذ حظه من علوم اللغه العربيه التي يسمونها علوم الاله ومن اهمها علم النحو علم النحو الذي هو مجموعه من القواعد التي تبحث في احكام تغير اواخر الكلم النحو هو قواعد آه يبحث بها في احكام اواخر الكلم فكل كلمه اواخرها او, أو اخرها آه يتغير من رفع الى نصب الى جر فهذه الحركات التي تتغير على اخر الكلمه العلم الذي يبحث في هذا التغير وفي هذا التقلب ويضبط هذه التغيرات وهذه التقلبات متى يكون الرفع ومتى يكون النصب ولماذا الرفع ولماذا النصب الى اخره العلم الذي يبحث في هذا هو علم النحو والعلماء محتاجون اليه بالضروره لانه كما قلت من علوم الاله التي تفضي بالعالم إلى الغاية وهي القدرة على استنباط الأحكام لأن الاستنباط لا بد له قبل معرفة قواعد الاستنباط لا بد له من معرفة قواعد اللغة لأن الفقيه قبل أن يستنبط الحكم من النص فلا بد أن يفهم هذا النص لا بد أن يفهم هذا النص ويعرف المعنى بعد ذلك يأتي الاستنباط لأن النص الشرعي قرآناً أو سنةً أول الخطوات للتعامل معه هو تحقيق معناه إدراك معناه وإدراك المعنى لا يكون إلا عن طريق معرفة اللغة العربية وقواعدها وأسرارها ما يتعلق بذلك فلا بد من علم النحو فعلم النحو يعني يسعف ويساعد في فهم النص وتقرير معانيه على الوجه الصحيح طبعا هناك أن حال علوم اللغة كلها يحتاج إليها في هذا لا بد من معرفة علوم اللغة ولكن على رأسها النحو ثم البلاغة والصرف وما إلى ذلك من العلوم الأخرى وهذا العلم قواعده الاولى ومباحثه الاولى كانت في عهد الصحابه رضوان الله عليهم حسب الروايه المعروفه والمبسوطه في كتب تاريخ النحو وذلك ان ابا الاسود الذؤلي وهو من فصحاء العرب وبلغائهم سمع ابنته تقول بحضرته وهي تنظر إلى السماء تقول ما أحسن السماء. هي أرادت أن تتعجب من منظر السماء وقد كانت صاحية صافية. فقالت له ما أحسن السماء يا أبتاه. فأجابها نجومها يا ابنتي. ظن أنها تسأل وإنما هي تتعجب. فقالت له إنما أتعجب. فقال اذن فقولي ما احسن السماء وافتحي فاك ثم ذهب الى علي بن ابي طالب وكان يومها امير المؤمنين فحكى له القصه وحكى له الخبر فقال له حسب هذه الروايه الكلام اسم وفعل وحرف انحو هذا النحو يعني اكتب للناس في هذا شيئا مما يسهل عليهم ضبط السنتهم الكلام اسم وفعل وحرف انحو هذا النحو قيل انه سمي بعلم النحو لورود هذه الكلمه على لسان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه فاذا صحت هذه الروايه فمعناه ان علم النحو من اوائل العلوم نشاه قبل غيره من العلوم الاخرى ويقال ان اول درس كتبه ابو الاسود الدؤلي هو التعجب على كل حال صحت هذه الروايه او لم تصح فإن المسلمين حينما رأوا اللسان العربي يختلط به اللسان العجمي و يعني يقع بسبب ذلك او وقع بسبب ذلك ما وقع من اللحن من ظهور اللحن على ألسنة الناس طبعا آه اغتموا لذلك واهتموا اهتماما بالغا لأنهم يدركون مآل هذه المشكلة مآل هذا اللحن وهذا الخطأ مآله البعيد هو أن يأتي زمان يستغلق اللسان العربي على الناس ولا يوجد حينئذ فيهم من يتقن اللغة العربية ومن يقرأ القرآن والسنة قراءة صحيحة ويفهم معاني القرآن والسنه وأحكامهما كل ذلك رأوه من بعيد اعتبروا هذا المآل الذي قد يوصل اليه او قد يصل اليه الناس اذا لم يكن هناك تدارك لهذا الخطب فلذلك هرعوا رضوان الله عليهم الى تأمين هذه القضيه وإلى تحصين اللغة العربية من أن تنغلق على الناس فهذا هو السبب في نشأة علوم اللغة واحدا تلو الآخر وقد كان من أوائلها علم النحو لأن هذه العلوم إذا ضاعت وإذا لم تبقى قائمة في الناس فالمصير المصير هو هذا أنه يأتي زمان لا يعرف أحد فيه معنى ايه او معنى حديث او ما الى ذلك فهذا السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا اغير على اللغه العربيه واغير على القران والسنه من ان يقفل وكانوا اغير على الدين الاسلامي من ان تنطمس معالمه وتنغلق اصوله على الناس لذلك لما راوا ما راوا اسسوا من العلوم ما يضمن بقاء الفهم وبقاء الاستنباط وبقاء الاجتهاد لأن حتى العلماء أنفسهم إذا لم تكن عندهم قواعد للفهم وقواعد للاستنباط وقواعد لتقرير الأحكام فمن أين سيصلون إلى ذلك إذا لا بد من, 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 من أن تكون عندنا تحصينات وهذه التحصينات هي التي كانت تأتي من هذه العلوم لان عصر الفصاحه العربيه والبلاغه السليقيه عصر الصحابه رضوان الله عليهم وعصر التابعين وتابعيهم قبل ان يفشو اللحن في الناس وقبل ان تفسد الالسنه واللغه العربيه يعني يدخلها ما دخلها ما دخلها قبل ذلك كله كان الناس يفهمون القران والسنه ويفهمون الكلام العربي وعيون هذا الكلام من الشعر والنثر يفهمونه على السليقه لانه لم تكن لهم لغه تزاحم لغتهم ما كان لهم الا لغه واحده وهي اللغه العربيه الفصحى بها يتخاطبون وبها يتحادثون وبها ينظمون شعرهم وبها ينظمون يعني يؤلفون خطبهم ورسائلهم وبها كانوا يتعاملون في 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 جميع مجالات حياتهم لغة التخاطب كانت هي اللغة العربية هي التي تجدها في البيت وتجدها في الخارج في في المجتمع وفي الأسواق وفي الحضر والسفر وفي كل محل لا لغة إلا العربية فأولئك ما كان عليهم من خطر من هذه الناحية وإنما الخطر هو لما توسعت رقعة الإسلام رقعة البلاد الإسلامية ودخل الأعاجم في الاسلام ودخل بدخولهم لسانهم ولغتهم واختلطت باللغه العربيه فحينئذ وقع ما وقع من من فساد بعض الالسنه خصوصا عامه الناس العامه لان اللحن بدا على السنه العامه ثم انتقل شيئا فشيئا الى ان وصل الى السنه الخاصه والاعيان فكان لابد من تدارك هذه المشكله وإلا ضاع كل شيء بهذا ولأجل هذا نشأ علم النحو وغيره من علوم اللغة العربية وكما هو معروف وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدارك هيئته الأولى فعلا الآن قد استدارك هيئته الأولى قد وصلنا في زماننا هذا إلى وضع مزر جدا من جهة صلتنا باللغة العربية صلة المسلمين اليوم باللغة العربية هي في أسوأ حال بحيث لم يبقى للغة العربية ذلك المقام العالي ولم تبقى تلك الغيرة عليها فلهذا نجد كثيرا من الذين آه يعني لا أقول يعني يلحنون ويخطئون في كتاباتهم وفي مقالاتهم وما إلى ذلك بل أسوأ من هذا وأخطر منه وأفضع هو سوء فهم النصوص الشرعية سوء فهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإنما جاء ذلك من هذا الباب وإنما أتي أصحابه من هذا الباب من جهة أنهم يفسرون الآيات القرآنية ويستنبطون من الأحكام ويفسرون الأحاديث النبوية ويستنبطون من الأحكام دون أن تكون عندهم البضاعة الكافية من النحو واللغة العربية فلذلك لا بد من تدارك هذه المشكلة ولا بد أن يعي المسلمون ولا سيما أهل العلم منهم لا بد ان يعووا بهذه الخطوره وان يرجعوا الى اللغه العربيه وان يقبلوا عليها اقبالا حتى نتدارك هذا يعني الخلل الذي نلاحظه ويطالعنا كل يوم لذلك فدراسه علوم اللغه العربيه وعلى راسها النحو هذه ضروره لا بد منها لا نطيل في هذه المقدمة أكثر من هذا وندخل إلى هذه المنظومة آه المنظومة قدم لها الناظم رحمه الله تعالى بمقدمة قصيرة قصيرة على غرار ما رأيتم في جمع الجوامع حيث المقدمة التي يقدم بها الناظم أو, أو, أو صاحب المتن متنه ومصنفه ومنظومته طبعا يعرفك فيها بالمتن او بالمنظومه وبمنهجه فيها وما الى ذلك هذا امر اضطرد عند العلماء وقد لاحظنا ان صاحب جمع الجوامع الف في هذا مقدمه لمتنه جمع الجوامع قصيره كما رايتم ومثل ذلك عند ابن مالك رحمه الله فقد قدم لألفيته بسبعه ابيات جرى فيها اي في هذه المقدمه على سنه العلماء من البدء بحمد الله عز وجل والصلاه على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم بيان موضوع المنظومه وما الى ذلك فقال رحمه الله قال محمد هو ابن مالك احمد رب الله خير مالك مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفاء وأستعين الله في الفية مقاصد نحوي بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقتان ألفية بن معطي وهو بسبقي حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لوله في درجات الآخرة هذه الأبيات السبعة هي مقدمة الخلاصة الألفية بدأها بحمد الله عز وجل كعادة العلماء اقتداء وتطبيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أجدم إلى آخره فطبعا ببسم الله أو ما يقوم مقامها من حمد الله تعالى والثناء عليه لذلك بدأ رحمه الله بمثل ما بدأ به كل عالم قال قال محمد هو ابن مالك يعني هو محمد ابن عبد الله ابن مالك فمالك جده قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك إذا بدأ بالحمد وقد استعمل الجملة الفعلية كما رأيتم في مقدمة ابن السبكي في جمع الجوامع هو أيضا استعمل الجملة الإسمية إلا الفعلية إلا أن ابن السبكي يعني استعمل النون قال نحمدك وابن مالك استعمل الإفراء المتكلم الواحد الذي سمعه غيره ولا هو معظم نفسه قال أحمد رب الله خير مالك احمد احمد رب الله خير مالك والله عز وجل الله هو أيضا مالك مالك الملك, الملك ومالك يوم الدين فهو المالك الحق وكل من سواه انما هو مستخلف فيما يملك. احمد رب الله خير مالك مصليا على الرسول المصطفى. دائما في مقدمات المصنفات يبدا بحمد الله تعالى ويثنى بالصلاه على رسوله صلى الله عليه وسلم مصليا على الرسول المصطفى وآله مصليان على الرسول المصطفى وآله مستكملين الشرافة إذا ثنى بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على آله على آله وقد تحدثنا عن عن الآل آل النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة ابن السبكي واقتصر مالك على ذلك ولم يذكر يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأستعين الله في ألفية أستعين الله أي أستعين بالله أطلب العون من الله تعالى في نظم هذه الخلاصة الألفية وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية مقاصد النحو يعني المباحث الاساسيه للنحو والقواعد التي لا بد منها موجوده في هذه الالفيه لانه المصنفات التي كان يصنفها العلماء يبنونها على محاور اساسيه ومحاور اخرى مكمله وفرعيه فاما المحاور الاساسيه فهي التي كانوا يسمونها بالمقاصد المقاصد جمع مقصد والمقصد هو يعني محور اساسي في المصنف وإذا كان هناك محاور أخرى مكملة محاور أخرى يتوصل بها إلى المقصدي فيسمون هذه المحاور الفرعية المكملة بالمطالب بالمطالب وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح فقد تجد من يسمي هذه المسميات بأسماء أخرى واستعين الله في الفيه مقاصد النحو بها محوية، أي قد اشتملت هذه الخلاصة الألفية قد اشتملت على محاور وقواعد النحو الكبرى. مقاصد النحو أي مباحث النحو وموضوعاته الكبرى التي لا غنى عنها محوية أي مشمولة في هذه الخلاصة. مشمولة فيها. ولذلك الإمام الشاطبي رحمه الله حينما شرح هذه الألفية أخذ هذه اللفظة وجعلها في عنوان شرحه المقاصد الشافية هكذا اسمه شرحه المقاصد الشافية في شرح خلاصة الألفية المقاصد الشافية يعني الموضوعات التي تشفي الغليل ولا يبقى بعدها مزيد وشرحه رحمه الله لألفية ابن مالك الظاهر أنه كان قبل أن يكتب الموافقات طبعا هو إذا قرأت هذه هذا الشرح وجد النفس هو النفس وجد الشاطبي هو الشاطبي بأسلوبه بمنهجه بفكره المقاصدي ولكن يبدو أن شرحه على الألفية كان في ريعان شبابه رحمه الله تعالى وأستعين الله في ألفية مقاصد نحوي بها محوية ثم وصف هذه الألفية وصفا يقربها إلى الطالب ويحببها إليه ويشوقه إلى الإقبال عليها فقال تقرب الأقصى بلفظ موجز تقرب الأقصى يعني هذه الألفية من خصائصها أنها تقرب المعنى البعيد وإنما تقربه بتبسيطه بتبسيطه وبيانه وتوضيحه حتى لا يبقى بعيدا وحتى لا يبقى مستغلقا او مستغلقا تقرب الاقصى اي تقرب كل مطلب بعيد وكل معنى مستغلق تقربه ببيانه وبتوضيحه وببسطه بسطا يحصل معه الادراك والتحصيل تقرب الاقصى بلفظ موجز الألفاظ وجيزة لأن يعني كما قلنا النحو كله جمعه في ألف بيت فهذه الخلاصة من فوائدها ومن خصائصها ومن منافعها أنها تقرب لطالب هذا العلم كل بعيد من المعاني ومن المدركات ومن المعلومات تقربها له وتسهلها له وتدنيها منه بألفاظ وجيزة ليست يعني طويلة مملة تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز يعني كل ما يعيد به الناظم رحمه الله من موضوع أو قاعدة أو مسألة أو ما إلى ذلك فإنه يفي بها ويقدمها للطالب تقديما جيدا ينفعه ويحمله على تحصيل المطلوب وتبسط البذل أي العطاء يعني العطاء المعلومات ومضامين النحو وتبسط البذل بوعد منجز يعني كل ما وعد به أنجزه ووفى به وأستعين الله في ألفية مقاصد نحوي بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط هذا تشويق هذه الألفية الخلاصة من قرأها رضي عنها قراءتها والإقبال عليها والتأمل فيها والعكوف على تحصيلها يبعث الرضا في من يطلب ذلك وتقتضي رضا بغير سخط فانت ايها الطالب اذا اقبلت عليها فانك لا تجد الا ما يرضيك وكل ما يسخطك مما يسبب لك الملل وعدم الفهم لا تجده فيها هذا تحبيب لهذه الخلاصه وليس من قبيل يعني أن الإنسان يشكر نفسه أو يثني على نفسه أو ما إلى ذلك وإنما هذا يبين الحقيقة وتقتضي رضا بغير سخط ثم قال فائقة ألفية ابن معطي وابن معطي هو شيخه شيخ ابن مالك رحمه الله تعالى وقوله هذا هو, هو أيضا ليس من باب الأنانية ليس من باب مدح النفس ليس من باب يعني التكبر أنه يصف نفسه ويصف خلاصته بأنها أهم وأعلى من خلاصة شيخه لا هذه المعالي لا يقصدها إطلاقا وإنما يقصد أن يقرب لك هذه الخلاصة وأن يحببها لك وأن يصفها لك بما يحملك على الإقبال عليها فهي كذلك كما قال فعلا إذا قرأت ألفية ابن معطي وهي موجودة الآن مطبوعة أيضا وقرأت ألفية ابن مالك وجدت الفرق بينهما شاسعا لأن ألفية ابن مالك محبوكة يعني حبكا جيدا مسبوكة متقنة محكمة ومنتظمة يعني مرتبة ترتيبا محكما المنهج الذي نظمت به منهج قويم منهج قويم وهي في ذلك تفوق ألفية شيخه ابن معطيك كثيرا لا مجال للمقارنة حقيقة أن يعني مفيدة وهي أيضا فيها خير كثير ونفع كثير ولكن هي غير مرتبة كترتيب ألفية بن مالك المنهج الذي حبكت به ألفية ابن مالك أجود بكثير وأحكم وأتقن وعلى كل حال مهما يكون من الأمرين من أراد أن يقف على الحقيقة على الحقيقة وقفا عمليا فليقرا فليقرا المنظومتين معا وتقتضي رضا بغير سخط فائقتان الفيتا بن معطي وهو بسبقي حائز تفضيلا هنا يعطي لشيخه حقه ويضعه في مكانته اللائقه قال وهو بسبقي حائز تفضيلا اي شيخه ابن معطي وان كانت الفيته دون الفيته هو دون الفيه تلميذه فلشيخه الفضل من ناحيه اخرى وهي من حيث انه سابق عليه ومتقدم عليه وهو الذي افاده ما افاده ضمن شيوخه الاخرين. اذا فأقر لشيخه بما يجب ان يقر له من الفضل والمكانه والسبق. وهو بسبقي اي بكونه سابقا علي وانه شيخي وانه كان قبل ان اكون انا وهو بسبقي حائز تفضيلا، اي له الفضل. في هذا له فضل السبق عليه هذا هو منهج العلماء وهذا هو ديدنهم وهذه هي أخلاقهم أنه دائما العالم يقدر شيخه ولو كان هذا العالم يعني أفقه من شيخه وأعلم منه وأكثر وأطول باعا ومع ذلك يقر لشيخه بفضل السبق هذه مسألة معروفة عند العلماء وهو بسبقه حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة مستوجب أي واجب علي بحقه علي وبسبقه وتقدمه علي هذا التقدم وهذا السبق وكونه شيخا لي يوجب علي أن أثني عليه الثناء الجميل مستوجب ثنائي الجميلة ثم دعا له وله دعا لنفسه ولشيخه فقال والله يقضي بهبات وافرة أي بعطايا كثيرة لي وله في درجات الآخرة فدعا ابن مالك في هذا البيت الأخير من المقدمة دعا لنفسه ولشيخه ابن معطي بالهبات والعطايا الكثيرة في الآخرة وقد آخذ الشراح عليه أنه لم يعمم والسنة التعميم السنة في الدعاء أن تعمم وتعميمك الدعاء مظنة الإجابة من أراد أن يدعو ويضمن الإجابة أو على الأقل يعني يعمل للإجابة فليدعو وليعمم وليعمم والله يقضي بهبات بات وافراه لوله في درجات الآخرة ثم قال رحمه الله الكلام وما يتألف منه هذا هو الدرس الأول بعد المقدمة قال الكلام وما يتألف منه أي هذا باب الحديث عن الكلام والحديث عن ما يتألف منه الكلام الكلام وما يتألف منه اي وما, يتألم وما يتالف الكلام منه اي اجزاء الكلام كلامنا لفظ مفيد كاستقيم اسم وفعل ثم حرف الكلم بدا ببيان معنى الكلام وتعريفه ولكن الكلام عند النحاه الكلام عند النحاه و كونه يعرف الكلام عند النحاة مفهوم من قوله كلامنا من إضافة الكلام إلى ضمير الجماعة كلامنا أي كلامنا نحن النحاة فهو إذن يعرف الكلام عند النحاة والكلام عند النحاة أي عند علماء النحو هو اللفظ هذا اول عنصر من عناصر الكلام لا يت... يعني يكون الكلام كلاما الا اذا تحققت هذه العناصر اولها اللفظ اولها اللفظ كلامنا لفظ فقولنا لفظ اخرج ما سوى اللفظ من صوت او اشاره او غير ذلك لان على كل حال أن يمكن ان يقع التفاهم ويمكن أن يقع التخاطب مثلا أو التعاقد بغير الكلام بغير الكلام قد نتفاهم مع الأخرس وذلك عن طريق الإشارة هو يشير ونحن نشير <applause> فإذا هذا لكل حال ليس بالكلام بمعناه الاصطلاحي هو يمكن لك تقول كلام صفة عامة تجوزا ولكن بالمعنى الاصطلاحي النحوي ليس كلاما لا أن يستمل على اللفظ ليكون كذلك وإلا فوسائل التفاهم كثيرة وسائل التفاهم كثيرة وقد تحدث عنها الجاحظ في كتابه البيان والتبيين أو كما حققه بعض الباحثين العلماء البيان والتبيين هذا الكتاب مهم جدا في البلاغة العربية وما يتعلق بها وقد تحدث في صدر هذا الكتاب عما يقع به التفاهم بين الناس عما يحصل به الفهم والإفهام أو الإفهام والتفهم الإفهام هو إرسال المعاني وصياغتها على وجه تفهم والتفهم هو حصول الفهم من المخاطب فذكر إذن ان هناك أساليب متعددة وصيغا متنوعة لحصول الافهام والتفهم ولكن دائما يأتي على رأسها الكلام الكلام طبعا هناك الاشارة وهناك الكتابة وهناك النصب وهناك العقود هذه كلها وسائل التفاهم كما ذكرها الجاحظ. الإشارة كما قلنا فيما إذا أردنا أن نتفاهم مع الأخرس. والكتابة معروفة. كتابة إذا كتبت شيئا وقرأه غيرك فقد فهم مرادك وحصل التفاهم بينكما. وأيضا النصب أي العلامات التي تدل على معنى. علامات. وهذه الوسيلة ما زالت إلى الآن فحينما نمضي في الطريق التي الذي تسير عليه السيارة ونجد الضوء الأحمر فهو يعني فيه دلالة على معنى هو أن تقف وإذا وجدنا الأخضر فيدل ذلك على المرور وهكذا هذا هذه هذا تفاهم بالنصب أي بالعلامات وعندنا تفاهم بالعقود كما كان عند العرب وجاء الإسلام وبقي هذا النوع من التفاهم قائما متعاملا به وخصوصا في العقود في العقود يعني عقود المعاملات عقود البيوع والإيجارات وما إلى ذلك كانوا يتعاملون بحساب العقود وحساب العقود هو عبارة عن عقد الأصابع للدلالة على أعداد معينة للدلالة على أعداد معينة فكان عندهم من الواحد إلى الألف كلها معروفه بالاصابع فقط وكانوا يجعلون للخنصر والبنصر والوسطى يعني يتعاملون بها في الآحاد واما السبابه والابهام فكانوا يتعاملون بهما في العشرات هذا على كل حال باب معروف وان كان اليوم في زماننا هذا قل من يعرفه وقل من يتقنه فقلت إذا هذه كلها وسائل التفاهم ولكن رأس هذه الوسائل الكلام رأس الوسائل الكلام حتى في حتى في عقود المعاوضات وعقود يعني التبرعات وما إلى ذلك أيضا قد نعقد بالكلام وهو الأصل وقد نعقد بما سواه لذلك العقد عند العلماء هو ربط بين كلامين أو ما يقوم مقامهما ربط بين كلامين يعني كلام الموجب كلام صاحب القبول او ما يقوم مقامهما اي مقام الكلامين من اشارة ورسالتين وكتابة وما الى ذلك. اذا الكلام المتكلم عنه هنا هو كلام النحاه، كلام في اصطلاح النحاه، قال هو يعني هو اول اول عنصر من 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 او مكون من مكونات حقيقته هو ان يكون لفظا فخرج باللفظ الصوت والاشاره والكتابه وما الى ذلك كلامنا اي كلام النحاه لفظ ثم قال مفيد وقبل ان يكون مفيدا يجب ان يكون مركبا يجب ان يكون مركبا فالكلام هو اللفظ المركب المفيد إذا كان عندك مثلا كلمات ركبتها تركيبا أفاد معنى بحيث يحسن السكوت عليه ذلك هو الكلام عند النحاة وهذا يعني التركيب عنصر التركيب أشار إليه أو اقتصر فيه على التمثيل عوض ما يقول لك مثلا كلامنا لفظ مركب مفيد قال لفظ مفيد كاستقيم فقولنا استقم هذا مركب هذا مركب من فعل وفاعل من فعل هو الامر استقم وفاعله اللي هو مستتر وجوبا استقيم انت إذن اذا جئت باي جمله هامه زيد قائم أو قام زيد هذا يسمى كلاما لماذا؟ لأنه لفظ هو مركب حيث ركبنا الفعل مع الفاعل أو المبتدا مع الخبر التركيب هنا هو الإسناد لفظ مركب مفيد مفيد لأنه يحسن السكوت عليه الكلام الذي يفيد معنى ويحسن السكوت عليه هذا هو على كل حال المقصود في هذا التعريف كلامنا لفظ مفيد كاستقيم ولا يكون كذلك إلا إذا كان مركبا وهناك عنصر رابع هو أن تكون هذه الإفادة الحاصلة فيه أن تكون بالوضع العربي لأن يعني قد يكون عندنا كلام غير عربي ومع ذلك يفيد فإذا لا بد من هذا القيد وقد استغنى عنه أيضا بنفس المثال فهذا المثال استغنى به عن عنصرين استغنى به عن عنصر التركيب وعنصر الوضع العربي وإذا فهناك أربعة أركان منها تتكون حقيقة الكلام أولا اللفظ المركب ثانيا المفيد ثالثا بالوضع العربي رابعا وهذا قد ذكره مفصلا ابن آجر الروم في متنه الأجرمية قال رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع هو الكلام المركب المفيد بالوضع فذكرها بأربعتها فإذا هذا هو الكلام هو مشتمل على هذه الأركان وعلى هذه المقومات الأربعة اللفظ والتركيب لأن إذا أخذت كلمة واحدة لا يطلق عليها الكلام زيد هذا لا نقول انه كلام، لا هذه كلمة. قائم كلمة ولكن زيد قائم كل هذا المنطوق به كله مع تركيبه هو الذي يصطلح عليه بالكلام. كلامنا الفضل مفيد كاستقيم. إذا عرف الكلام بكونه مشتملا على هذه الأمور الأربعة. ثم قسم الكلام إلى أقسامه الطبيعية فقال واسم وفعل ثم حرف الكلم يعني هذا الشطر هذا فيه تقديم وتأخير وتقدير الكلام الكلم اسم وفعل وحرف الكلم اسم وفعل وحرف الكلم هذا اسم جنس ومفرده طبعا هو نفس هذه اللفظة بزيادة هاء التأنيث بحال كنقولوا النمل اسمه جنس واحده نملة كذلك هنا الكلم واحده كلمة هذا كيتسمى اسم جنس يعني هو اللفظ دال على الجمع ومفرده بإضافة هاء التأنيث إليه إذا الكلم هو اسم وفعل وحرف واحده واحد الكلم كلمة قال واحده كلمة إذن الكلم ينقسم إلى هذه الثلاثة إما أن يكون اسمًا أو فعلًا أو حرفًا أو حرفًا فإذا كان عندك آه مركب من هذه الثلاثة من اسمين وفعلين وحرفين فهو كلم أفاد أو لم يفيد إذا كان عندك مركب من هذه الثلاثة فهو كليم أفاد أو لم يفيد أفاد كقولنا قد قام زيد قد قام زيد قد حرف قام فعل زيد اسم إذا هذا كليم إذا قلنا إن قام زيد هذا أيضا كليم وإن كانت هذه الجملة غير مفيدة لم تنتهي بعد إن قام زيد هذا شرط إن قام زيد قلنا الجواب الشرط ليتم المعنى وليكون مفيدا إذن هذا هذه الجملة إن قام زيد إن حرف قام فعل زيد اسم فهو كلم ولكنه ليس بكلام لأن الكلام هو اللفظ المركب المفيد كلامنا لفظ مفيد كاستقيم وقولنا إن قام زيد ليس بمفيد لأن المعنى لم يتم. وإذا فلا يحسن السكوت عليه، إذا قلت لك إن قام زيد وسكت، هذا لا لا يجوز السكوت هنا. بل الكلام محتاج إلى تتمة. محتاج إلى جواب الشرط. إن قام زيد أكرمته أو إن قام زيد قمت معه. فإذا قلنا هكذا صار الكلام تاما فهو كلام وكلم. واحد الكلم كلمة. واحده كلمة فالحرف كلمة والاسم كلمة والفعل كلمة ثم عندنا لفظ يشمل الجميع عندنا لفظ يشمل الكلام والكلمة والكلمة وهو القول كلمة قول هذا المصطلح هذا يطلق على الكلام وعلى الكلم وعلى الكلمة فقولنا زيد قائم هذا قول قولنا إن قام زيد هذا قول قولنا إن وحدة هذا قول وهكذا يعني كل واحد من هذه المفردات يجوز أن يسمى قولا لأن يعني القول هو كل ما يقال وحده كلمة والقول عم والقول عم أي عم كل ما ذكر من هذه الألفاظ وهذه المصطلحات من كلام وكلمين وكلمة ثم ختم هذه المسألة اللي هي تعريف الكلام والألفاظ المتعلقة به المصطلحات المتعلقة به ختم ذلك بقوله وكلمة بها كلام قد يؤمن أي الكلمة قد تفيد ما ذكرنا بأنها واحدة الكلم ولكن أحيانا قد تكون بمعنى الكلام. قد يطلق على الكلام اسم الكلمة. فإذا الأصل في الكلمة أنها واحد الكلم كما قال واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة. ولكن قد يطلق على الكلام الكلمة كقولنا كلمة الإخلاص الشهادتان يطلق عليهما بأنهما كلمة الإخلاص كلمة التوحيد وقد في التعبير العادي كنقولوا ألقى الخطيب كلمته ألقى الخطيب كلمته ألقى فلان على الناس كلمة كل هذه المواطن المراد بالكلمة فيها الكلام الكلام لأن الخطبة إطلاق الكلمة عليها هذا على كل حال معروف ولكن الأصل أن الكلمة هي واحد الكلم ولكن قد تطلق مجازا على الكلام كله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهله وألزمهم كلمة التقوى هو الكلام الحقيقة لا إله إلا الله شهادة يعني كلام وحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد قد يؤم وكلمة أي كلمة كلمة الاصل كلمة ثم انتقل رحمه الله إلى بيان علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف فقال بالجر والتنوين والندا وال ومسند للاسم تمييز حصل إذا ذكر هنا علامات الاسم بما أن الكلمة هو اسم وفعل وحرف والكلام أيضا من هذه الاجزاء يتكون اذا اول شيء هو التمييز والتفريق بين الاسم والفعل والحرف لان يعني كل وحده من هذه الثلاثه هي كلمه فالاسم كلمه والفعل كلمه والحرف كلمه فما الفارق بين بين هذه الثلاثه وما وما الضابط وما المميز ذلك بضبط علامات كل منها فللاسم علاماته وقد ذكرها هنا قال بالجر العلم الأولى الكلمة التي تقبل الجر هي اسم لأن الفعل لا يجر والحرف أيضا لا يجر لأنه مبني إذا فاللفظة والكلمة التي تقبل الجر أو كنسميوها الجر وكنسميوها الخفض هذه اسم إذا الجر أو قبول الجر علامة من علامات الاسم الكلمة القابلة للجر بحيث إذا أدخلت عليها حرف الجر فجرت فاعلم أنها اسم لأنه لا ينجر إلا الاسم والاسم قد خصص كما سيأتي إن شاء الله والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم إذا من علامات الاسم الجر أي قبوله بالجر والتنوين اللفظة والكلمة التي إذا نونت قبلت أن تنوان هي اسم. هي اسم. لأن التنوين لا يدخل إلا على الأسماء. لا تنوين في الفعل. الفعل لا ينوان. إذا التنوين علامة من علامات الاسم قام زيد. زيد فاعل وهو اسم لأن فيه تنوين لأن فيه تنوين بالجر والتنوين والنداء النداء اللفظة التي تقبل دخول حرف النداء عليها هي اسم إذ لا ينادى إلا على الاسم لا لا يدخل النداء إلا على الاسم يا زيد فزيد اسم لأنه قبل دخول حرف النداء وإذا وجدت في شعر أن حرف النداء دخل على الفعل فاعلم أن هناك محذوفا مقدرا علم أن المنادى الحقيقي محذوف مقدر قلنا إذن بالجر والتنوين والنداء إذن دخول النداء على الكلمة دليل وعلامة على أنها اسم وأل كذلك إذا دخلت أل على الكلمة فهي اسم لأن أل لا تدخل إلا على الأسماء خاصة بالأسماء خاصة بالأسماء جاء زيد الفاضل الفاضل إذا الفاضل اسم وعلامة اسميته قبل دخول أل عليه وقبوله ذلك فاللفظة القابلة لدخول أل المعرفة هذه اللفظة هي اسم وأيضا إذا وجدت أل قد دخلت في بيت شعر على فعلين فاعلم أن هناك تقديرا أيضا ما أنت بالحكم ترضى حكومته كما في الشاهد ما أنت بالحكم الترضى الترضى ترضى فعل ودخلت عليه أل هذه أل رها موصولة الذي ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته إذا إذا وجدت أل دخلت على غير الاسمي بأن دخلت مثلا على الفعل فاعلم أن المدخول عليه محذوف مقدار بالجر والتنوين والنداء وال الإسناد أي الإخبار اللفظة إذا أخبر عنها فقبلت ذلك هي اسم زيد قائم فزيد كلمة قبلت أن يسند إليها وصف وهو القيام فعلم بذلك أنها اسم لقبولها الإسناد إليها أي الإخبار عنها لأن إسناد الخبر الوصف اللي هو الخبر للمبتدا هذه العملية هذه إخبار وإسناد لأن ما كنقولوا زيد قائم فقائم وصف مسند إلى زيدين فالمراد بالإسناد الإخبار إذا الإخبار والإسناد علامة من علامات الاسم، من علامات الاسم. هذه علامات الاسم بالجر والتنوين والنداء وال ومسندين، ثم قال تم للاسم تمييز حصل. اعتذر فيها تقديم وتأخير. حصل تمييز للاسم بالجر والتنوين والنداء وال ومسندين. إذا بهذه العلامات يحصل التمييز للاسم عن الفعل والحرف. ثم جاء الى الفعل ليبين علاماته الخاصه به. قال بتا فعلت واتات ويفعلي ونون اقبلن فعل ينجلي. هذه علامات الفعل اولها التاء بتا فعلت وتسمى تاء الفاعل تمييزا لها عن الثانيه اللي تاء اذا هذه تاء الفاعل وتكون حسب الضمير اما المتكلم او المخاطب او يعني المخاطبه فعلت فعلت فعلتي هذه كلها تاء الفاعل فلا تدخل الا على الفعل تاء الفاعل لا تدخل الا على الفعل بتاء فعلت اذا يتميز الفعل عن الاسم باختصاصه بدخول تاء الفاعل عليه وكذلك العلامة الثانية هي التاء الساكنة التي تكون دالة على التأنيث كقولنا أتت كما قال الناظم اتفعلت وأتت أتت هذه التاء الساكنة دالة على أن الفاعل مؤنث فهي من علامات الفعل من علامات الفعل اذا عندنا التاء المتحركه اللي هي تاء الفاعل وعندنا تاء الساكنه ولكن الفرق بيناتهم ان التاء الاولى هي اسم كما سياتي ان شاء الله هي اسم تاء الفاعل هذه اسم لضمير واما التاء الثانيه فهي حرف هذيك ساكنه حرف فقط بتفاعلت واتت العلامه الثالثه يا المخاطبه ويا افعلي اي الياء التي تكون في الفعل المشتمل على المخاطبه المخاطبه افعلي يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين اذا هذه كلها يا المخاطبه يا المخاطبه فهي علامه على الفعل الكلمة التي تدخل عليها يا المخاطبة هي فعل ونون أقبلن العلامة الرابعة نون توكيد العلامة الرابعة نون توكيد بنوعيه سواء توكيد الخفيف أو التوكيد الثقيل يعني بالنون توكيد ثقيلة ونون توكيد خفيفة فنون توكيد ثقيلة تكون مشددا مفتوحة في المفرد وأما الأخرى فتكون ساكنة. فتكون ساكنة. لأحتنكن لا هذه نون تكيد ثقيلة. لنسفعن بالناصية، نون تكيد خفيفة. وهما معا علامة للفعل. فكل كلمة قبلت دخول نون التوكيد عليه، كانت هذه النون ثقيلة أو خفيفة، فتلك الكلمة فعل. فعل. إذا نون تكيد علامة من علامات الفعل، إذ لا تدخل هذه النون على الاسم، ولا على الحرف. بالجر قلنا بتفاعلت واتات ويفعلي، ونوني أقبلن فعل ينجلي، أي ينجلي الفعل ويظهر ويتميز عن غيره بهذه العلامات. ثم انتقل إلى الحرف. ولكنه لم يأتي بعلامه من علامات الحرف كما فعل في الاسم والفعل وانما اكتفى في ذكر العلامة بترك العلامة وقد قال يعني علماؤنا ترك العلامة علامة ترك العلامة علامة ولذلك فعلامة الحرف هو عدم قبوله علامات الاسم وعلامات الفعل الحرف هو اللفظة التي لا تقبل دخول علامة من علامات الاسم ولا تقبل دخول علامة من علامات الفعل فإذا وجدت كلمة هكذا فاعلم انها حرف قال سواهما الحرف سواهما الحرف أي القسم الثالث من اقسام الكلم وهو الحرف يتميز عن الاسم والفعل بأنه لا يقبل علامة من علاماتهما سواهما الحرف ثم مثلا للحرف بأمثلتين لتعلم أن هذا الحرف الذي علامته هو كونه لا يقبل أي علامة مما سبق هذه التي العلامات التي ذكرناها تقريبا علامات خمسة في الاسم وأربعة في الفعل هذه العلامات الحرف لا يقبل واحدة منها إذن هذه العلامة ديالو هي كونه لا يقبل علامة من العلامات السابقة وهذا الحرف منه ما يدخل على الاسم والفعل معا ومنه ما هو خاص بالاسم ومنه ما هو خاص بالفعل الحرف لأن الحرف لا الحرف اللي كنتكلم الذي نتكلم عنه هو هو, هو هو الحرف المعنى هو الحرف الذي يدل على معنى إذا ركب في غيره هذا هو الحرف اللي كنقصدو حنايا لا نتحدث عن, عن كل الحروف لا كاين حروف المعاني وكاين حروف الهجاء فاذا تحدثنا عن الحروف هي في هذا المقام فانما نقصد حروف المعاني اما حروف الهجاء لا دخل لنا لها عندنا الان لا دخل لها في موضوعنا الباء التاء يعني كحروف هجاء هذه يعني ما لا مازال الباء يعني هي من حروف المعاني ولكن التاء مثلا الحروف يعني الجيم مثلا حروف الهجاء التي ليس لها معنى هذه لا تدخل معنا وإنما يدخل معنا من الحروف ما كان له معنى إذا ركب في غيره ولهذا قال ابن أجرم رحمه الله لما عرف الكلام قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وحرف جاء لمعنى فإذا الحرف الذي هو قصيم الاسم والفعل هو حرف المعنى لا حرف الهجاء الحروف اللي نتكلم عليها واللي غادي نتكلم عليها من بعد ايضا وعن بعض احكامها انما هي حروف المعاني يعني لما كنقول لك في الدار زيدون في الدار زيد هذيك في عندها المعنى ما تركبت في هذه الجمله في الدار اعطت المعنى ديال الظرفيه اذا هذه الحروف حروف المعاني اللي هي قصيمه للاسم والفعل منها ما يشترك فيه الاسم والفعل أي يدخل عليهما معا ومنها ما يختص بالأسماء ومنها ما يختص بالأفعال آه تعرض لذلك في قوله كهل وفي ولم كهل هل تدخل عليهما معا على الاسم وعلى الفعل هل جاء زيد هي دخلت على الفعل هل زيد قائم دخلت على الاسم اذا هل الاستفهاميه تدخل عليهما معا كهل وفي في حرف لا يدخل الا على الاسم لا يدخل الا على الاسم فهو خاص بالاسم ولم حرف جازم لا يدخل الا على الفعل اذا لما تحدث عن عن الحرف وقال بانه علامته هو عدم قبوله لاحد لاحدى العلامات السابقه قسمه الى هذه الاقسام الثلاثه. اولا هناك الحروف التي تدخل على الاسم والفعل معا. وثانيا هناك الحروف التي لا تدخل الا على الاسماء. ومثال ذلك في. وهناك الحروف التي لا تدخل الا على الافعال. ومثال ذلك لم الجازمه. سواهما الحرف كهل وفي ولم ثم انتقل إلى التفريق بين الأفعال <applause> لأن لما قلنا الفعل قلناه بإجمال لما تحدث عن الفعل وأنه قسم من أقسام الكلم وأن له علامات تميزه عن الاسم الآن سيفصل ويبين لك أن الفعل هو أقسام ثلاثة لأن الفعل ما دل على حدث في زمن هذا الزمن قد يكون هو الماضي إذا هذا نوع هو الفعل الماضي وقد يكون في الزمن الحاضر وهو المضارع وقد يكون في المستقبل وهو الأمر إذا ناسب أن يتحدث لك عن هذه الأقسام ولكن هو تحدث عنها من من ناحية أخرى من حيث العلامة اعطاك علامة لكل واحد من هذه الافعال الثلاثة، لان عندك الفعل اما ان يكون ماضيا واما ان يكون مضارعا واما ان يكون فعل امر. فالناظم رحمه الله درج على نفس النسق الذي تحدث فيه عن علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف، فبين لك علامات الفعل المضارع وعلامات الفعل الماضي وفعل الأمر قال فعل مضارع يلي لم إذن علامة الفعل المضارع إذا أردت أن تميزه عن الفعل الماضي وفعل الأمر فعلامته أنه يدخل عليه تدخل عليه لم الجازمة فالفعل الذي يقبل دخول لم إنما هو المضارع ولا تدخل لم على الماضي لأن لم هي جازمة لم جازمه والماضي مبني الماضي يعني يلازم حركه واحده حسب موقعه في في الجمله فلما دخلت آه لم على الفعل وقبل الفعل دخولها فهو مضارع لان لم جازمه والجزم من علامات هو من الاعراب من الحركات الاعرابيه فعلم ان الفعل المضارع هو الذي يقبل دخول لم لأن الماضي يكون مبنياً وكذلك الأمر يكون مبنياً كما سيأتي وفعل أمر ومضي بنياً وفعل أمر ومضي بنياً وأعرب مضارعاً إنارياً إلى آخره فإذا علامة الفعل المضارع دخول لم الجازمة عليه دخول لم الجازمة عليه فلا تدخل لم الجازمة على الماضي ولا على الأمر لأن كل منهما مبني والمبني لا يقبل الجزم لا المبني يكون مبني على كل حال على مثلا آه الماضي يكون مبني على الفتح يكون مبني على الضم مثلا في حالة إسناده إلى إسناد الجماعة إليه وهكذا فعل المضارع يلي لم ثم امتلى بقول لا يا لم يا يعني أي مضارع يا يعني شم أو غيره إذا أدخلت عليه لم فيقبل فيقبل الدخول وماضي الأفعال بالتاء مز وماضي الأفعال بالتاء مز أي مزه هو علمه عن غ... يعني أعطيه علامة دخول تاء عليه تاء الفاعل وكذلك تاء تأنيت إذا دخلت هذه التاء على الفعل وقبل دخولها فهو فعل ماض فعل ماض أكرمت هند أختها أكرمت إذا تاء دخلت على الفعل أكرمت فهي أو فهو فعل ماض أكرمت 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 فإذا التاء علامة على أن الفعل ماض إذ لا تدخل إلا عليه وماضي الأفعال بالتاء ميز من ماذا يميز ميزا يعني ميز هذا الفعل بهذه العلامة فلا تدخل إلا عليه بالتاء بالتاء تاء الفاعل وتاء ساكنة وماضي الأفعال بالتاء ميز نقطة انتهى الكلام عن الفعل الماضي والآن سيتحدث عن, الفعل عن فعل الأمر قال وسم سم يعني علم علامة يعني سم كقولنا ميز يعني ميز الفعل الماضية بالتاء وسم أي ميز الفعل الأمر بما سيذكر قال وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم إذن هناك علامتان لا بد منهما معا العلامة الأولى هو معنى الأمر الفعل إذا دل على الأمر يعني الطلب وقابل دخول النون عليه نون توكيد فاعلم انه فعل امر اذا عندنا علامتان العلامه الاولى هو دلاله هذا الفعل على الامر والعلامه الثانيه قبول ذلك الفعل نون التوكيد قبول الفعل دخول نون التوكيد عليه فاذا اخذنا اي فعل امرين اكرم اكرم العنصر الاول موجود الشرط الاول وهو دلاله هذا الفعل على الامر وعلى الطلب اكرم اذا واضح انه يدل على الطلب والعلامه الثانيه اننا اذا أدخلنا ننتكيد قبلها الفعل اكرمنا او لا تكرمنا فاذا فعل الامر يتميز عن غيره من الافعال بقبوله دخول ننتكيد وبدلالته على الأمر لأن الدلالة على الأمر غير موجودة لا في الماضي ولا في المضارع وإنما يختص بها فعل الأمر ولكن قد تجد الكلمة تدل على الأمر ولكنها لا تقبل نون تكيد إذن هذا ليس بفعل أمر وإنما هو اسم فعل أمر وفي هذا يقول والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحيه صح اي اسكت حي هل اقبل فالكلمتان كل منهما دالة على الامر ولكن ننتكد لا تقبل دخولها فصح لا يجوز ان تقول صهن ولا ان تقول حي هلنا لا اذا فهذه الكلمات وامثالها فيها دلالة على الامر نعم ولكنها لا تقبل دخول النون فلذلك ليست بفعل الامر وقد اصطلح اصطلح عليها بانها اسم فعل الامر هذه اسماء الافعال من اسماء الافعال لان اسماء الافعال منها ما وضع للامر كهذه ومنها ما وضع للماضي ومنها ما وضع للمضارع وهذه هي على كل حال الدرس الاول عند ابن مالك رحمه الله تعالى وهو ايضا مكون من سبعه ابيات وبعد هذا عقد الدرس الثانيه الذي خصصه للمعرب والمبني على كل حال نحن كنا قد بدأنا شيئا من هذه الالفيه ولكن يعني اضطررنا الى ان نعيدها حتى يستفيد الذين لم يكونوا قد حضروا نكتفي بهذا القدر والى السبت القادم ان شاء الله تعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين